السلام عليكم. ورب سائلة في قولها العجب، هل أنت يا صاح من قوم هم العرب؟ أجيبها وشعور الفخر يسبقني، قومي أنا عرب أبناؤهم نجب، العلم والفن والآداب ديدنهم، والضاد عنوانهم تزهو بها الكتب. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج لغة وأدب وفن. نبدأ حلقتنا من نشاط لمجمع اللغة العربية بالشارقة نظمه مؤخرا، واستضاف فيه أحد الأعلام العرب البارزين في اللغة العربية، وهو الدكتور محمود أحمد السيد، رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق. استضافه المجمع في جلسة حوارية بعنوان تعليم العربية بين الواقع والمأمول، كيف نمكن اللسان العربي لدى أبنائنا وبناتنا. وجاءت الندوة بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترحيب من الدكتور محمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، بضيف المجمع بدأت هذه الندوة والتي دارت حول اللغة العربية والتعليم بين الواقع والمأمول. ندوة غنية جنى منها الحاضرون فوائد كثيرة من خبرة وعلم ولغة هذا اللغوي الجهبذ الدكتور محمود أحمد السيد، رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، أول وأقدم المجامع اللغوية العربية، والذي لامس في محاضرته بعضاً من أهم المشكلات التي يعاني منها التعليم، ألا وهي ضعف تحصيل العربية لدى الطلاب، والعوامل المؤثرة في مستوى اهتمام الطلاب بالعربية وخاصة الأطفال، والمفاهيم السائدة التي تنظر إلى اللغة العربية بوصفها مجموعة أحكام. وقبل هذا توقف عند مفهوم اللغة. ومعروف لديكم أن للغة العربية وظائف متعددة وأبعادا متعددة، ولكن قبل ذلك لابد لنا من أن نتعرف المصطلح. عندما سأل ملك الصين الفيلسوف كونفوشيوس: أريد أن أبدأ بإصلاح الدولة، فبماذا أبدأ؟ قال له: ابدأ بإصلاح اللغة وحدد المصطلحات. طيب، نحن نستخدم كلمة لغة، دائما نستخدم اللغة واللغة العربية، ما هذه الكلمة؟ ما اللغة؟ لو عدنا إلى تراثنا العربي لوجدنا أن لسان العرب يقول: اللغة هي مجموعة من الأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه. ولرأينا في الموسوعة الفرنسية: اللغة هي استطالة للنشاط البدني كله بما فيه من قسمات وتأشيرات بالأعضاء إلى أن يصل إلى مرحلة الكلام المجرد. وفي دائرة المعارف البريطانية يشيرون إشارة إلى اللغة الشفاهية بالمرتبة الأولى، اللغة المنطوقة باللغة الأولى. وفي المدرسة الروسية أيضاً لغة الأصوات في المرتبة الأولى. لكن اللغة، مفهوم اللغة يشتمل على الإشارات أيضاً، على الإشارات وعلى الإيماءات، وهذه جوانب تساعد أيضاً على إيضاح مفهوم اللغة. لذلك مفهوم اللغة لا يقتصر على اللغة المنطوقة، على لغة الأصوات، وإنما اللغة المكتوبة أيضاً، وهنالك الإيماءات والإشارات. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحديث المتيم.
في هذا المجلس اللغوي، وهو الرابع الذي ينظمه مجمع اللغة العربية بالشارقة، وضمن المحاضرة شدد الدكتور محمود السيد على أهمية مراجعة مناهج تدريس اللغة العربية في المدارس وفق أبحاث علمية تنظر إلى الأولويات وتعيد ترتيب الأهداف التعليمية للغة في ضوء المعرفة والمهارات لتعزيز حضورها. كما توقف معالجاً الأسباب التي أدت إلى عدم التمكن من اللغة العربية، ومنها طريقة تدريس النحو. الأسباب متعددة، هنالك من نظر إلى سبب واحد، وحمل المادة النحوية السبب، وكان أول من أشار فيما أعلم إلى ذلك الدكتور طه حسين من قبل، عندما أشار إلى أن نحن لا نعلم اللغة العربية في مدارسنا، بل نعلم الصنعة والقوالب الجاهزة والتقديرات والمحاكاة. فإذا حمل المادة النحوية السبب الضعف. هنالك بنت الشاطئ أيضا السبب الذي أشار إليه الدكتور طه حسين أيضا وافقت على هذا السبب، وفي أن اللغة التي نعلمها ليست لغة الحياة ولا ذوق فنيا فيها. هنالك الدكتور محمد كامل حسين، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، والذي خدم اللغة العربية، وهو الطبيب الجراح، خدم اللغة العربية أكثر مما خدمها نفر من المختصين باللغة، يقول لا ليس السبب النحو، وإنما السبب طريقة تدريس النحو. اللغة العربية على الرغم من الجهود المبذولة في التمكين للغة العربية، لكن هنالك ضعفا، وبحثنا ما أسباب هذا الضعف، وبعد ذلك وقفنا على الصور التي يمكن أن نستأنس بها في النهوض بالواقع اللغوي، فقلنا لابد لنا أن ننتقل من التحفيز والتسميع إلى التمهير، أي إكساب المتعلمين المهارات اللغوية، مهارة القراءة، مهارة المحادثة، مهارة الاستماع، مهارة الكتابة، مهارة التذوق الأدبي، وأن يتمثل المعلمون الأهداف المرسومة لكل مهارة من هذه المهارات، وأن يكونوا قدوة ومثالا أمام ناشئتهم في هذا، وألا يقتصر العمل على كاهل معلمي اللغة العربية وحدهم، وإنما ينبغي أن يكون هنالك تعزيز لهذه المهارات من المعلمين الآخرين، ذلك لأن اللغة هي أمهم، هي كيانهم، هي لغة قرآنهم الكريم، هي التي توحد بين أبناء الأمة، هي التي نقلت الثقافة العربية، هي التي تعبر عن أفكارهم، عن رؤاهم، عن تطلعاتهم، عن مشكلاتهم، عما يحلمون به، ولذلك كان لابد لنا من أن نكون بارين بهذه اللغة الأم، وليست لغة الأم، وإنما اللغة الأم. اللغة الأم هي اللغة الموحدة والموحدة. من المعجم التاريخي للغة العربية الفعل أخذ، وله 23 مدخلاً. أخذ فلان بالشيء، يأخذ أخذاً وإخذاً وتأخاذاً، أمسك به وتناوله. الشاهد من العصر الإسلامي في حديث هشام بن عمار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يرفع رأسه، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش. وأخذ الشيء منه وفيه بمعنى أثر فيه. من العصر الحديث قال عبد الغفار بن عبد الواحد الأخرس: وعهد به ما لا نقط لشدة ولا أخذت منه الأمور العظائم. وأخذ بالأسباب، استخدم الوسائل الكافية للوصول إلى النتائج المرجوة. الشاهد من عصر الدول والإمارات في قول ابن تيمية: وعليه ألا يعتمد في ذلك على ما يراه من رؤى، بل عليه أن يأخذ بالأسباب المشروعة. ومن معاني الفعل أخذ استعماله في عصر ما قبل الإسلام، فكان يقال مثلاً: أخذ فلاناً بكذا ولكذا، بمعنى عاقبه بسببه. الشاهد في قول حاتم الطائي:
ولا آخذ المولى لسوء بلائه وإن كان محني الضلوع على غمري. وأخذ حذره احترس. الشاهد من العصر العباسي في قول أبي العتاهية: رأيت الشيب يعروك بأن الموت ينحوك، فخذ حذرك يا هذا فإني لست آلوك. في هذه الفقرة نبقى مع فن الخط العربي دقائق يعرفنا خلالها الخطاط علي الحمادي بتجربة خطية نسائية إماراتية، هي الخطاطة ندى المازمي. الخطاطة ندى المازمي حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الإنسانية، كما أنها حاصلة على مدرب معتمد من أكاديمية إسبي للفنون في دولة الكويت، اعتماد في مجال الخط العربي والفنون. شغلت في مرحلة من حياتها مهام أمينة سر جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية. تعلقت ندى المازمي بالفنون منذ الصغر، إلى أنها كانت أكثر ما تستهويها العمارة الإسلامية، حيث تعلقت بالمساجد والبيوت التاريخية القديمة التي كانت تزين بالعمارة الإسلامية. التحقت في عام 2001 بمعهد الشارقة للفنون، وذلك لدراسة فن الرسم والنحت والخزف وغيرها من الفنون البصرية. بدأ اهتمام ندى المازمي بالخط وشغفها به منذ أن قررت تعلمه في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة. لم يكن للخط العربي دور في حياتها في تلك الفترة، إلا أنه تم تنظيم معرض للخط العربي من قبل مركز الشارقة لفن الخط العربي. هذا المعرض قد غير من مفهوم الخطاطة ندى المازمي عن الخط العربي، حيث تعرفت على الخطوط وعلى تراكيب الخطوط وأنواعها وأحبارها وغيرها من الخطوط العربية. هنا قررت أن تقوم بالالتحاق بمركز الشارقة للخط العربي لدراسة هذا الفن، حيث كان في العام 2003، حيث بدأت بتعلم خط الرقعة كما هو متعارف عليه مع أستاذنا الكبير الأستاذ محمد النوري. بعد ذلك بدأت بدراسة خط الديواني ثم الديواني الجلي. نقف قليلا عند خط الديواني الجلي الذي تعلقت به كثيرا، لدرجة أنها استمرت في دراسة هذا الخط قرابة 7 سنوات، وذلك من خلال أيضا دراسة وتحليل الفرمانات العثمانية التي كانت عادة ما تكتب بخط الديواني الجلي. تابعت بعد ذلك دراستها في الخط العربي، حيث تعلمت حروف خط الثلث والنستعلق، إلى أنها لم تتعمق كثيرا بدراسة هذين الخطين. بعد ذلك بدأت بدراسة خط النسخ، وما زالت تقوم بدراسة خط النسخ لأنه يحتاج إلى فترة زمنية من التدريب. أحد المواقف مرت به الخطاطة ندى المازمي جعلها تبدأ بدراسة الخط المبسوط، وهو أحد خطوط أهل المغرب، فقد أهداها مدرس الخط في المركز مصحفاً كتب بذلك الخط، فأعجبت به وبدأت دراسته. بعد ذلك بدأت حياتها مع المعارض، حيث شاركت ندى المازمي في الكثير من المعارض المحلية والدولية. لعلنا نأخذ على سبيل المثال ملتقى الشارقة الدولي للخط العربي، وأيضا ملتقى دبي للخط العربي، ومهرجان الفنون الإسلامية، وأيضا المعارض التي كانت تقام في جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومعرض في حب السلطان الذي أقيم في 2012، ومعرض نوني النسوة، وغيرها من المعارض المحلية. أما على الصعيد الدولي فقد شاركت في معرض عرف باسم خطاطات عربيات، وذلك في قصر
الأمم المتحدة. ومؤخرا شاركت أيضا في المعرض الذي أقيم في مؤسسة سلطان العويس الذي عرف بمعرض الخمسين. ظلت الخطاطة ندى المازمي محافظة على روح وأصالة الخط العربي دون المساس بقواعده التي وضعها الرعيل الأول من الخطاطين. تقول الخطاطة ندى المازمي بأنها تكن كل الشكر والتقدير والاحترام لأستاذها محمد النوري الذي وقف معها كثيراً وشجعها خلال فترة دراستها للخط العربي، حيث كان يوفر لها الأدوات ويسعى جاهداً إلى أن تواصل دراستها في تعلم الخط العربي دون انقطاع. أخيراً فإن الخطاطة ندى المازمي قد حصلت على العديد من الجوائز في مجال الخط العربي، فقد حصلت على جائزة فئة الشباب في ملتقى العويس لعدة دورات. هي أيضا تضم صوتها إلى أصوات الكثيرين من الخطاطين الذين ينادون ويناشدون بأن يكون الخط العربي ضمن المنهج الدراسي كما تقول، لأن ذلك سوف يكون له مردودا إيجابيا على خطوط الطلاب. يعنى التاريخ الشفاهي بتسجيل تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها المعنوي وتوثيقه عن طريق الروايات الشفاهية وما تناقلته ذاكرة المعمرين من كبار المواطنين ومن المخضرمين وشهود العصر. ويرصد التاريخ الشفاهي الأحداث التاريخية ويرصد نمط الحياة في الماضي لحفظ خصوصيات مجتمع الإمارات المادية والمعنوية للأجيال القادمة. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف في هذه الفقرة الأستاذ علي محمد المطروشي الباحث في التراث والأدب الشعبي. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي. مرحبا بكم، حياكم الله. كما تعلم أستاذ علي فإن للتاريخ الشفاهي أهمية كبرى في حفظ جوانب كثيرة من تراث أي شعب. سؤالي بداية، ما المقصود بالتاريخ الشفاهي من وجهة نظرك وما أهميته بالنسبة للمؤرخين؟ التاريخ الشفاهي هو ما تختزنه ذاكرة الرواة من المعلومات المتعلقة بالحياة في الماضي، في ماضي الإمارات هنا، في مختلف جوانب الحياة، مما لم يجد سبيله إلى التدوين أو من جانب الباحثين يعني. فتكون هذه الروايات أحد المصادر التي يعتمد عليها هؤلاء المؤرخون في توثيقهم للمعلومات أو يعني ما يتعلق بتاريخ الإمارات في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية الاجتماعية إلى آخره. فكثير من الرواة أو الناس يعني الذين يحفظون هذه الحوادث هم ممن عايشها أو من سمع بها، ربما أحيانا تكون متناقلة عبر الأجيال حتى تصل إلى مرحلة التدوين. فالتاريخ الشفاهي لا غنى عنه اليوم للمؤرخين، ونجد غالب المؤرخين المحليين عمد إلى الأخذ من الرواة، فاستقى منهم بجانب المراجع المطبوعة أو المخطوطة والوثائق وما إلى ذلك. فيشكل الجانب الروائي هذا أو المعلومات المأخوذة من الرواة أو التاريخ الشفاهي مصدرا هاما جدا من المصادر التي تسد ثغرة في البناء التاريخي هذا، وأحيانا في المعلومات التراثية. نعم، فليس كل ما يعني يعرفه الناس قد وجد سبيله للتدوين. نعم أستاذ علي، نعرف أن المتقدمين في العمر يعني كبار المواطنين، ونحن نتحدث الآن عن التاريخ الشفاهي لدولة الإمارات، هم كنوز بشرية حافظة لهذا التراث. هل هذا يعني أن التاريخ الشفاهي يؤخذ عنهم فقط
أم أن هناك مصادر أخرى لهذا التاريخ؟ وهل له أمد محدد ينتهي عنده؟ عملية اختيار الراوي لكي نأخذ منه المعلومات طبعا يتفاوت الناس في أهليتهم لإجراء المقابلات معهم لاستقاء المعلومات. على فكرة يعني قضية الاعتماد على الروايات الشفاهية وتدوينها هذه موجودة حتى منذ القدم عند مؤرخي الإسلام القدامى أيام الطبري وغيره، بل حتى السيرة النبوية الشريفة قبل أن تدون هي كانت عبارة عن روايات متناقلة من التابعين عن الصحابة الذين أدركوا الأحداث في العصر النبوي، فتم تدوينها والمقابلة ما بينها، يعني روايات تختلف فيما بينها. نفس الشيء بالنسبة لنا نحن اليوم، نختار الراوي الذي نعتقد أن لديه المعلومات الدقيقة، وخاصة الشخص الذي عايش الحدث، فنجري معه مقابلة مثلا في وقت معين نحدده معه ونستقي من هذه المعلومات. لازم نكون نحن طبعا مجهزين الأسئلة، محيطين احنا بالموضوع اللي رايحين نتكلم عنه في أسئلة معينة محددة، نختار وقت مناسب ونجري معه هذه أو هذا اللقاء. يفترض أن الشخص اللي يجري اللقاء هذا شخص أيضا متمكن، ما يكون ما عنده فكرة عن الموضوع فيعني يخبط خبط عشواء في المقابلة، تجد هذا الراوي يحجم عن إعطائه المعلومات. فالناس المعمرين كبار السن والمتمكنين من الكلام والإبانة هم أجدر الناس بأن تجرى معهم المقابلات وتأخذ منهم المعلومات. بعض الناس حياته غنية لكثرة تجاربه وأسفاره واشتغاله بأكثر من مهنة، أو مخالطته للحكام، أو مشاركته في الحياة الثقافية أو غيره، فهذا طبعا كنز يعتبر. فإذا أخذنا منه استقينا منه المعلومات نكون نحن أثرينا مثل ما تقول الساحة الثقافية بالمعلومات هذه. مرحلة مهمة لابد أن تمر بها أي جهة شخصية كانت أم مؤسساتية، وهي تقوم بالعمل على حفظ هذا التاريخ، وهي مرحلة التدوين والتوثيق. ما هي الخطوات المتبعة هنا، وما الصعوبات التي يمكن أن تظهر، وكيف ينبغي تجاوزها؟ هو في الأساس لازم طبعا ليقوم بعملية إجراء المقابلات هذه أو أخذ التاريخ الشفاهي لازم يكون هو متدرب على العملية. الآن مثلا معاهد التراث مثل معهد الشارقة للتراث الشعبي أو مركز حمدان لإحياء التراث، الأرشيف الوطني في أبوظبي وغيره، هاي تؤهل الباحثين لإجراء المقابلات هذه لأخذ التاريخ الشفاهي من مصادره. فيتم تأهيله وتدريبه كيف يجري المقابلة، كيف يسأل، كيف يسيطر على مسار كلام الراوية. مثلا أحيانا بعض الرواة خاصة العوام ينجر به الحديث، يخرج عن الموضوع ويتجه للحديث عن تجاربه هو الشخصية وعن أمجاده وعن أمور يعني بطولاته وكذا، فنحن نريد نرده إلى الموضوع، يكون مسار الحديث متعلق فقط بالموضوع اللي أنا أسأل عنه، وهكذا حتى يتم إنشاء تنتهي الأسئلة. بعد ذلك تأخذ هذه المادة ويتم تفريغها. إذا كانت بعض النقاط عندنا نود إلقاء الضوء عليها مثلا غير واضحة، أو الراوية مثلا اختصرها أو جاب بألفاظ غير واضحة في التسجيل، نسأله عنها حتى تتكامل عندنا المادة مكتوبة، يتم تفريغها على الورق. كذلك أيضا الشخص الذي يقوم بالتفريغ يفترض أيضا أن يكون ملم بهذا الجانب اللي قاعد يفرغ مادته. إذا هو مثلا في مجال التراث الشعبي أو الغوص على اللولو أو التعليم في الماضي أو حياة الصحراء أو أي جانب من جوانب الحياة، لابد يكون عنده إلمام، بتمر عليه مصطلحات تتعلق بهذا الجانب، إذا هو لا يعرفها ربما يكتبها بشكل خاطئ. تأتي بعد ذلك عملية تخزين هذه المعلومات ومقارنتها والاستفادة منها وإتاحتها للباحثين لكي يستفيدوا منها، تكون يعني مثل مكنز يعني، عرفت كيف؟ وهكذا. فتتوفر عندنا في هذه الحال كمية كبيرة من المقابلات التي تكون متاحة للباحثين. نعم أستاذ علي، لو أردنا أن نتوقف عند بعض الأسماء وإسهامها وجهودها في توثيق التاريخ الشفاهي في الإمارات عامة وفي الشارقة على وجه الخصوص، فماذا تقول هنا؟ يمكن من أول الأشخاص الذين ذكروا أنهم جمعوا مادة تاريخية شفاهية كان مرحوم محمد بن عبد الله المدفع،
والد الأستاذ إبراهيم بن محمد المدفع، يعني صاحب الأيادي البيضاء في الحياة الثقافية في الشارقة في النصف الأول من القرن العشرين. والده توفي في حوالي 1923 وهو مؤسس المنتدى الإسلامي، وهذا الرجل يعني يذكر له أنه أول من عمل على جمع تاريخ الإمارات من الرواة في ذلك الوقت، فأخذ التاريخ الشفاهي هذا وبدأ فيه تدوينه على شكل حوليات، ثم جاء ابنه إبراهيم أيضا وأكمل ما بدأه به بدأه والده، ثم استفاد منه المؤرخ عبد الله بن صالح المطوع، شيخ عبد الله بن صالح صاحب كتاب الجواهر واللآلي في تاريخ عمان الشمالي، وكتاب شرح القصيدة النونية في مفاخر القواسم وعقود الجمان وغيرها. فهو يذكر فضل محمد بن عبد الله المدفع على جمع التاريخ الشفاهي في البداية. ثم في العصر الحديث أيضا لا نغمط الأستاذ عبد الله عبد الرحمن حقه، لأنه من أشهر الناس الذين جمعوا التاريخ الشفاهي في ثلاثة أجزاء كبيرة، وكلما مرت السنين زادت قيمة هذه المجموعة. كان ينشره في صحيفة الاتحاد ابتداء من حوالي عام 84 تقريبا إلى 89، يعني فغطى كل الإمارات وغطى الجوانب المختلفة، خاصة يعني أن هذه الروايات طبعت في ثلاثة أجزاء، واحد خاص بالحياة الثقافية، واحد بالحياة الاقتصادية، واحد بالحياة الاجتماعية، ويشمل الذكور والإناث، يشمل الحضر والبدو وأهل الجبال، مختلف الفعاليات. فالكتاب قيم بدون شك، وعاد طبعه مرة ثانية يعني وعاد طبعه هيئة أبوظبي للثقافة والتراث كما أظن. وكذلك أيضا في الشارقة الآن يطلع معهد الشارقة للتراث بجمع التراث الشعبي من خلال إجراء مقابلات وتدريب الباحثين على إجراء هذه المقابلات وفنيات المقابلات وما إليها. وكذلك أيضا من ضمن الناس الذين حرصوا على جمع الروايات الشفاهية والتاريخية في ذلك الحين الشاعر البحاث النسابة حمد بن خليفة أبو شهاب، ومعه المستشار إبراهيم بوملحة، فلأنهم كانوا أعضاء في ذلك الوقت في اللجنة العليا للتراث والتاريخ التي أسسها المرحوم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه في حوالي 76، وكانوا هم أعضاء فيها، وكان مرحوم أيضا الأستاذ عمران بن سالم العويس. فبدأوا في إجراء مقابلات مع كبار السن وأخذوا منهم روايات كثيرة وتسجيلات، يعني أنا سمعت أن هناك مئات الأشرطة الكاسيت اللي تحتوي على كنوز من المعلومات، وهذه آلت بعد ذلك إلى مركز زايد للتراث والتاريخ الذي حل محل اللجنة العليا للتراث والتاريخ، وكان في فترة من الفترات برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الأسبق المرحوم الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ حسن خزرجي. ولا تزال هذه الأشرطة كما سمعت يعني موجودة، وتم تفريغ بعضها، لكن إذا تم تفريغها كاملة فإنها فعلا ستكون كنز ثمين أمام الباحثين ويستفاد منها فائدة جلة. يعني وبهذا مشاهدينا الأعزاء ينتهي لقاؤنا هذا الأسبوع، ويتوقف مشوارنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لغة وأدب وفن، ونذكر في ختامها إلى أنه بإمكانكم متابعتها في منصة مرايا. نستودعكم الله وإلى اللقاء.